مرحبا بكم في بودكاست البرلمانية نبيلة منيب. اليوم غادي نبدأ هذا البودكاست بالكلام على قضية مهمة جدا، هي ديال الحرية ديال التعبير وديال التظاهر وديال التجمع وديال عقد المؤتمرات. اليوم كنشوف واحد العدد ديال القضايا ديال مدونين ولا صحفيين ولا منابر إعلامية اللي هي متابعة من قبل بعض الشخصيات النافذة في البلاد اللي ما تعجبهاش هادشي اللي كيتكتب، في حين انه الحرية ديال التعبير هي مطلوبة وضرورية من اجل تكوين واحد رأي عام اللي هو يكون متنور، وكذلك من اجل فضح بعض القضايا ديال التزوير ولا ديال التزييف. والحزب الاشتراكي موحد حتى هو كيعاني في كل مرة من هاد الامور هادي. احنا اليوم عندنا الشاب رشيد ايتصاغ في الجنوب المغرب اللي هو صحفي واللي كتب على قضية ديال زوير واللي اليوم راه هو متابع أمام وكيل الملك. هاد الشيء ما خصوش يبقى في المغرب ديال القرن 21، باش يمكن لنا نتقدمو باتجاه بناء المغرب الديمقراطي الحداثي. كذلك كنسمعوا جمعيات يعني عندها مشاكل باش تعقد المؤتمرات ديالها، وعلى سبيل المثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كذلك يعني تسليم توصيل ديال تجديد المكاتب بالنسبه لواحد العدد ديال الجمعيات. هادشي كله ما خصوش يبقى في بلادنا، خاصو يتسمح للجمعيات تعقد المؤتمرات ديالها بكل حريه في اطار القانون وفي اطار ما يضمنه الدستور المغربي. من ناحيه ثانيه، الموضوع ديال هذا البودكاست اليوم متعلق بالتقرير اللي تقدمت به السيده رئيسه المجلس الاعلى للحسابات الفترة ديال 2019-2020، واللي في بداية هذا الأسبوع تمت المناقشة ديالو في جلسة عامة داخل البرلمان، مناسبة تحت واحد العدد ديال الفروق برلمانيين حتى اللي يعني داخل الفروق أو المجموعات أو اللي ما عندهمش مجموعة، باش يبدو بالملاحظات ديالهم حول هذا التقرير، خاصة وأن المنطق الجديد اللي دار به هذا التقرير هذا السنة هو أنه بالإضافة إلى تقديم يعني المصادر والمنابع ديال الاختلالات اللي كتعرفها النفقات العمومية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات هو أهم مؤسسة دستورية ديال الرقابة على المالية العمومية، وعنده كذلك مجالس جهوية لتتبع يعني الصرف المتعلق بالمشاريع الجهوية. فاليوم المنطق الجديد هو رصد الاختلالات زائد المتابعة والتقويم، باش لكانت شي مشاريع توقفات في نص الطريق يمكن يتم يعني المساعدة باش توصل إلى الإنجاز النهائي، ولكن كاين كذلك توصيات. هاد التوصيات موجهة لجهات أخرى، يعني أنه البرلمان والحكومة خصها تتحمل مسؤوليتها كاملة في هاد الخروقات والاختلالات اللي تم الرصد ديالها من قبل المجلس الأعلى للحسابات. ملي تنشوفوا هذه الفترة ديال 2019-2020 كنلقاو فقط 22 ملف التي تمت إحالتها للقضاء فيها جرائم مالية، وكثر من 287 ملف خدت فقط جزاءات يعني مالية أو تأديبية. هذه الجزاءات مكنت الخزينة ديال الدولة باش تسترجع تقريبا شي 7 ديال الملايين ديال الدرهم، وهادشي قليل بزاف امام الملايير ديال الدراهم التي يتم هدرها بالفساد وبالتبذير ديال الاموال العمومية. واش بهذه الطريقة ديال الملفات قليلة اللي كتمشي للقضاء غادي نتمكنوا من مجابهة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي الذي يكلف الميزانية ديال الدولة 4% من الناتج الداخلي الخام؟ واش هاد الأموال التي تهدر راها تيضيعوا فيها المغاربة؟ وانتم تتعرفوا اليوم المغرب كيعرف واحد الأزمة كبيرة، اتساع دائرة ديال الفقر، اتساع الفوارق المجالية، والناس كتكتوي باللهيب ديال ارتفاع الأسعار ديال المواد الأساسية، ويعني ارتفاع السعر ديال الغاز وديال البترول. وهادشي كله كيف كان أكدوا عليه دائما كحزب اشتراكي موحد نتيجة ديال اختيارات مورست في بلادنا
وسمحات بتطوير نظام نيو باتريمونيالي المبني على الريع والمبني على الامتيازات واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب. إذا كان هذا التقرير وقف على الفساد المالي، وقف أيضا على اختلالات في التدبير ديال المالية العمومية. يعني التقرير يقول لنا بأنه ما كيتمش العمل بمخططات، يعني التدقيق والتتبع والحفاظ على الجودة والالتزام بالتعاقدات ما كيتمش. كيتكلم كذلك على الضعف ديال الكفاءات، كيتكلم كذلك على الضعف ديال الإشراك ديال المختصين في البلورة ديال المشاريع، وكيتكلم أيضا على مشكل كبير كتعرفوا بلادنا اللي هو مشكل ديال العقار لو فونسيي. كيف يعقل أنه جامعة أو كلية أو مستشفى جامعي مبرمج كيقول لك ما درناش حيت ما لقيناش الأرض فين نبنيه، ولا بعض المشاريع كتبنى على أرض ما تتصلحش لهذاك المشروع. خصوصا حنا كنشوفوا اليوم الدولة داخلة في واحد المخطط ديال سلب الأراضي، يعني الأراضي السلالية طرحة مشكل في المغرب كله. الناس كتخدى لهم الأراضي ديالهم كيقولوا لهم بأنها للمصلحة العامة، ولكن كنلاحظوا في حالات عديدة ما تيتمش التعويض ديالهم، ما تيتمش أنه يتيحوا لهم الإمكانية ديال استغلال ديال الأراضي ديالهم. بعد ما هذوك الناس كيلاحظوا ما تعوضوا ما الدولة دارت هذيك شي مشاريع اللي هي في هذيك الأراضي. هذه حالات كثيرة احنا راسلنا بخصوصها السيد وزير الداخلية باش يعطينا أجوبة في يعني في حالات متعددة. كذلك طرحنا سؤال شفوي بخصوص الأرض ديال جيش الودايه، هذه أراضي شاسعة بمئات الهكتارات، يعني تم نزعوها من أصحاب الأرض الأصليين اللي عندهم رسوم تثبت الملكية ديالهم على هذه الأراضي. واليوم يعني كاين البعض اللي خدا تعويضات قليلة، وكاين الأغلبية الساحقة كتعيش في دور الصفيح. أنتم تتعرفوا والسيدة الرئيسة ديال مجلس الأعلى للحسابات بينت بأنه هذاك المشروع ديال المغرب بدون دور صفيح أنه ما نجحش، يعني ما وصلش ل 100%، يعني كيقولوا تنفذ منه 75%، ولكن مع النزع ديال الأراضي ديال الناس راه توسع يعني المجال ديال دور الصفيح والبناء العشوائي، واللي واحد العدد ديال الناس اللي في جهه ديال تمارا ساكنين في دور ديال الصفيح وفي السكن العشوائي بلا ما بلا واد حر بلا حتى شي حاجه. وهذا الشيء كيطلب تدخل، لان ما يمكنش الدوله يعني تدخل وتاخذ الاراضي السلاليه والاراضي ديال الناس وما ياخذوش تعويضات وما يمكن لهمش هما يستافدوا ويعيشوا بكرامه. غير بين الدار البيضاء والرباط راه كاين تقريبا واحد 26,000 بركة أو دور ديال الصفيح، وهادشي حنا ما كنقبلوه حتى شي مغربي. بالفعل كاين جهات أخرى، وهذا المشكل الأراضي السلالية راه مطروح على مستوى المغرب كله، وخاص الدولة أن تأخذه مأخذ الجد باش ما تظلمش هاد الناس، باش ما تحرمش هاد الناس من الحقوق ديالهم، وباش تمكنهم باش تاهما يديروا مشاريع، باش تاهما يستافدوا، باش تاهما يخرجوا من الفقر، باش تاهما يستافدوا من هاد الثروة اللي هي ديالتهم. واللي اليوم الدولة على ما يبدو كاين هناك مشروع مخطط ديال استحواذ على هذه الأراضي هذه. من ناحية أخرى هذا التقرير وقف على الأوضاع المتردية ديال القطاعات الحيوية التعليم والصحة، يعني كاين واحد العدد ديال الأرقام يمكن للجميع يطلع عليها، شحال ديال المدارس اللي خصنا نبنيو، شحال ديال المدارس اللي ما فيهاش الضوء، شحال المدارس اللي ما فيهاش الماء، شحال ديال المدارس اللي ما فيهاش المراحيض، النسبة ديال الهدر المدرسي في المدينة في البادية. وهذا الشيء بوحدو كيتطلب أنه الحكومة المغربية تأخذ مأخذ الجد هذا التقرير في كل الجوانب دياله، مجال الصحي حديث ولا حرج، يعني الخصاص اللي خاص في المستشفيات في جهات كثيرة، والخصاص في الموارد البشرية وضعف التجهيزات يعني الصحية، فينا هي هذه السياسة الصحية ديال القرب، وفينا هي هذا التعليم اللي هو كنعتبروه مدخل أساسي لبناء أي تنمية واللي كيطلب استثمارات كبيرة. يعني الحكومة اللي كنطلعوا لها التقرير كيبان بأن الحكومة خاصها تدخل في واحد المواجهة ديال هذه الاختلالات بشكل شجاع بمباشرة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، إصلاحات سياسية عميقة
البناء الجهوي الرصين باش يمكن لينا نمكنوا كل جهات ديال البلاد باش توفر فيها الشروط ديال التعليم وديال الصحه وديال السكن وديال الطريق. يعني هذا الشيء كله المناطق القرويه، وحنا شفنا في التصريح الحكومي في الاول ما كاينش واحد المشروع للنهوض بالعالم القروي والعالم الجبلي اللي توا عنده خصوصيات ديالو اللي هي اساسيه، باش يمكن لينا هذا التقرير ما يبقاش حبرا على ورق، وانه بالاضافه للتقارير الاخرى اللي كانت دارت في البلاد انه ما يتمش الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات العميقه اللي جا بها. ولهذا كنا طلبنا في الجلسه اللي تعطتنا فيها الكلمه جوج دقائق بانه هذا التقرير خصو يعني دراسه معمقه وليس جلسه سريعه من 10 للوحده، خصو دراسه معمقه ونقفوا على مكامن الاختلالات ونستمعوا للمقترحات ديال البرلمانيين، وان الحكومه دير لجان باش تواجه كل مشكل بما يلزم من الصرامه، باش ما يمكن لنا نتجاوزوا هذا الشرخ الاجتماعي اللي كاين، وباش نتجاوزوا تعميق الفوارق بين المغاربه، واننا نجيب على المتطلبات الملحه للمغربيات والمغاربه. كاين كذلك واحد اربعه القضايا اساسيه جا بها التقرير، واللي المده ديال جوج دقائق ما سمحتش لينا احنا كحزب اشتراكي موحد اننا نثيرها داخل هذه القبه. اولا الحسابات الخاصه، الحسابات الخاصه اللي هي جزء مهم من الميزانيه ديال الدوله، ولكن التقرير كيقول بانه كيتوصل بالمعطيات الاجماليه ولكن ما كيتوصلش بالمعطيات التفصيليه اللي كيجعل في اخر المطاف وضمنيا بان هذه الحسابات الخاصه انها كتبقى خارج الرقابه، وهذا الشيء ماشي معقول لانها فيها اموال طائله، وحنا خصنا نعرفوا والبرلمان خصو يعرف والشعب خصو يعرف فين كتمشي هذه المصاريف ديال الحسابات الخاصه وهذه الصناديق السوداء المستمره. النقطه الثانيه كتعلق بالاستثمارات وبالمديونيه، وفي هذا المجال كنشوفوا بانه رغم المجهود اللي تدار يعني الاستثمارات تراوح واحد تقريبا شي 70 مليار ديال الدرهم في سنه 2019، في حين انه يعني النفقات ديال التسيير كتفوق 200 مليار ديال الدرهم، اذا التسيير يفوق الاستثمار، والاستثمار كتعرفوا بانه اساسي، خاص استثمارات مهمه باش يمكن لينا نجاوبوا على انتظارات ديال الشعب المغربي، في حين المديونيه، المديونيه هي مرتفعه اكثر بالنسبه للاستثمار، يعني المبلغ ديال المديونيات في السنه ديال 2019 تقريبا 79 مليار ديال الدرهم، وحنا عرفنا بانه في الفتره الاخيره راه المديونيه قاربات 90% من الناتج الداخلي الخام ديال البلاد، وكتعرفوا بانه ملي كترتفع المديونيه راه كاين هناك يعني الرهن ديال السياده ديال البلاد، واننا كنرهنوا حتى المستقبل ديال الاجيال القادمه، ونحن بحاجه الى استثمارات مهمه باش يمكن لنا اننا نوجدوا كل ما يلزم في مجال القطاعات الحيويه وغيرها. كاين النقطه الثالثه كتعلق بالمداخل الضريبيه، المداخل الضريبيه التقرير كيقول بان المداخل الضريبيه قليله، انتم تعرفوا المداخل الضريبيه هي باش خصنا نمولوا السياسات العموميه كلها. هنا حنا كنذكروا بانه دارت جوج مناظرات مهمه حول الاصلاح الضريبي، خاص اصلاح جذري لهذا النظام الجبائي في البلاد، دارت جوج مناظرات وعطات توصيات مهمه، ولكن مع كل الاسف التوصيات ما طبقتش، ولهذا حنا كنقولوا مازال خصنا ننتبهوا والحكومه خصها تنتبه باننا خصنا اصلاح جذري بالنسبه للضريبه باش يمكن لنا نستخلصوا الضرائب باش نلقاو باش نمولوا المشاريع ذات اولويه واللي هي اساسيه ولم تعد قابله للتاجيل. هنا كاين مقترحات من اجل توسيع الوعاء الضريبي، كاين قطاعات اللي هي مربحه، الفلاحه مثلا في ضيعات شاسعه وكتدخل فلوس كثيره، خصها التضريب ديالها، خاص كذلك انه الضريبه على الدخل تكون تصاعديه مع اعفاء اصحاب الدخل الضعيف، ولكن يكون تضريب تصاعدي بالنسبه للناس اللي عندهم دخل مرتفع باش تكون هناك مساهمه. كاين كذلك ادخال الضريبه على الثروه، لمالا؟ ثم الضريبه عند نقل الارث المرتفع باش يمكن لنا اننا نتقدموا. كاين مقترحات كثيره باش يمكن لنا نحقوا العداله الضريبيه، وباش يمكن لنا نلقاو الامكانيات الماديه باش نمولوا المشاريع ذات الاهميه. ثم اخيرا النقطه الرابعه كتعلق بالتقاعد، كاين هناك فشل
ديال إصلاح منظومة التقاعد. اليوم كيقول لنا التقرير بأنه الصندوق ديال التقاعد اللي كيهم الموظفين اللي هو ديال سيمار أنه غادي يعرف عجز في أفق 2026. 2026 هي غدا. كذلك الصندوق اللي كيهم الأجراء لسينساس غادي عرفته هو عجز في الأفق ديال 2029. إذن كين هناك يعني استعجالية النهوض بهذا المجال، وأنه اليوم راه 6.3 مليون ديال الناس اللي ما كيستافدوش من المعاش، وأنه الناس اللي كتستافد المعاش تقريبا يلا 33% من النشطين. إذن حنا بالنسبة لنا هذا ورش عنده أولوية، خصوصا وأن الحكومة كتتكلم على الدولة الاجتماعية، كي غادي نديروا التغطية الاجتماعية، كي غادي نديروا نبنيو الدولة الاجتماعية. وحنا اليوم أمامنا كارثة، كيفاش غادي نمولوا غدا المعاشات ديال الموظفين وديال الأجراء وديال النشطين. ولهذا نتنظن بأن هذا التقرير الهام اللي تقدمت به يعني السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لهذه الفترة 2019-2020، وغادي يجينا السنة المقبلة تقرير آخر. حنا خصنا يعني ننبهوا كبرلمانيين الحكومة المغربية باش تاخذ يعني مسؤوليتها كاملة في مواجهة الاختلالات التي تم رصدها وفي إيجاد الأجوبة. وهذه الأجوبة خاصة ماشي أجوبة تقنية فقط، ولكن خاصة فلسفة جديدة، خصوصا وأن المشاكل المطروحه اللي في هذا البودكاست في حقيقة ما تطرقتش لها كلها، ولكن موجودة وعلى رأسها. وهنا باش غادي ننهي الكارثة البيئية وما يتهدد بلادنا من عطش ومن ندرة المياه وغياب الجودة ديالها ومن إفراغ يعني المياه الجوفية كلها تم الاستغلال ديالها بواحد الشكل اللي هو فج، وأننا مازال ما لقيناش داك السياسات المنسجمة ما بين مجال الفلاحة، المجال ديال الطاقة، المجال ديال الماء، المجال ديال التصنيع. حنا بحاجة إلى واحد المشروع ديال التشجير في بلادنا باش مكلينا أن حيت هما اللي كيلتقطوا تاني أكسيد الكربون. خصنا مشاريع ونعملوا شراكة مع الجامعات المغربية في مجال البحث العلمي باش نشوفوا كيفاش يمكن لنا ربما أننا حتى نستقطبوا ذاك المياه اللي هي في شكل متبخر باش حنا نكونوا مساهمين في هذه الاختلالات الكبرى التي تم رصدها من قبل المراكز ديال البحث الكبيرة في العالم اللي كتكلم على العقم ديال الأراضي من جراء الاستعمال المفرط ديال الأسمدة اللي هي مسرطنة واللي هي غير صالحة. الأراضي ما بقاتش كتصلح الزراعة. ثم المشكل الثاني ديال التراجع ديال التنوع البيئي اللي في هذه العشرية الأخيرة قضينا على 50% ديال الحشرات كبشرية. كذلك المسألة ديال الحموضة ديال الماء البحر وارتفاع يعني المستوى ديال المياه ديال البحر. كاين واحد العداد ديال الاختلالات اللي كتهم الدورة ديال المياه، كاين اختلالات كبيرة واللي احنا كمغرب خصنا نوعاو بها، وإلا راه كاين بعض الجهات اللي كتكلم على انهيار وشيك ديال هادشي، لأننا تجاوزنا العتبات كلها ديال التلوث ديال استنزاف المواد المائية والمعادن إلى ما غيرها. وهادشي كيطلب تدخل وكيطلب واحد الشجاعة في المبادرة اللي كنتمناو أن الحكومة تاخدها محمل الجد وأنها تطلق الأوراش اللي غادي تجاوب على هاد الاختلالات الكبرى ودير لها أولويات باش يمكن لنا نحدو من استغلال ديال الأموال العمومية ومن نهب ديال الثروات الطبيعية من ماء وغيرها. وتحية لكم.